يا هلا ومرحبا، وكل عام وانتم بخير ومملكتنا الغالية بخير وشعبنا بخير في اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية. اليوم حنا في لولو هايبر ماركت، راح نمر مرة سريعة، لكن اليوم المنتجات راح تكون مختلفة. راح نشوف لولو هايبر ماركت وايش قدموا لنا لليوم الوطني من المنتجات. طيب على السريع هذا المنتج والله اني مبسوط عليه. طيب على سريع، اول شيء راح ناخذ نظره عامه على المنتجات الموجوده معانا، ابتداء من الملابس الرجاليه سواء تيشرتات بناطلين، بعد عندنا كابات، سوري طيحتها، عندنا كابات زي هذه، وهذا النوع بعد المفضل عندي. طيب وبعد عندنا الشغلات النسائيه، بعد الملابس النسائيه لليوم الوطني نفس الشيء، تيشرتات بناطلين، وبعد للأطفال. الأطفال طبعا التنوع هنا مثل ما انتم شايفين، أنا راح أمر كذا بشكل سريع لكن بعدين راح أعطيكم التفاصيل، ومو بس للأطفال، حتى اختلاف الثقافات. لولو هايبر ماركت اليوم تهتم باختلاف الثقافات مثل ما انتم شايفين في الخلف هنا. هذا أتوقع أنه ساري لكن جاي بشكل جميل. طيب خلينا ندخل للمنتجات اللي معانا اليوم في لولو هايبر ماركت لليوم الوطني. راح نبدأ من الإكسسوارات. طيب إيش عندنا في الإكسسوارات اليوم اللي ممكن نستخدمها في اليوم الوطني؟ طيب عندنا أول شيء خلينا لبناتنا الحلوين، شايفين مثل هذه الشغلات، ربطات الشعر، مثل ربطات الشعر هذه كلها بثيم اليوم الوطني، وعلى فكرة ديزاينات جدا مختلفة. حلو، عندنا طوق الشعر، طوق الشعر للبنات. طبعا انا ما راح اوريكم الاسعار، الاسعار جدا خياليه، اسعار جدا خياليه انا شايفها هنا، ما راح اقول لكم ايش الاسعار، راح انتظركم تجونا في لولو هايبر ماركت وتشوفون بعيونكم الاسعار اللي عندنا اليوم. ماسكات للي يحبون الماسكات، ايوه ايوه طاح طاح ما في مشكله، للي يحبون الماسكات، ماسكات اليوم الوطني في لولو هايبر ماركت، هذه ماسكات اليوم الوطني، انا والله اني احس لهم الدنيا مو مشكله. وطبعا في ماسكات مختلفه، ديزاينات مختلفه مثل ما انتم شايفينها هنا عندنا. طيب هذا القسم اللي هنا مهتم للبنات الصغار. بعد هنا في انا شايف اتوقع اعلام اظن هنا، اي بالونات. حلو، شايفين الباروكه هذه اللي يحبون يلبسونها، انا عارف ان في كثير من الشباب والبنات بعد يحبونها. خلينا نجربها، نجربها، يا الله يا رب انها ما تطيح علينا، يعني اليوم الوضع راح يكون وناسه عندنا في لولو هايبر ماركت. طيب خلينا نحطها هنا، هذا مثل ما شفنا، والاعلام بعد، والاعلام اعلام السعوديه، اعلام السعوديه هذه، اعلام السعوديه. حلو، طبعا مختلف الاحجام، مختلف الاحجام، والاسعار جدا جدا بطل. انا شايف الاسعار الان، لكن خلينا نسوي كذا اكسايتمنت شوي وننتظركم تجونا في لولو هايبر ماركت وتشوفون الاسعار. طيب في شغله للي يحبون الازعاج زيي، للاحتفال الاير هورن. حلو، طوق البنات، طوق البنات هنا عندنا، طبعا في احجام مختلفة على فكرة، في احجام مختلفة انا شايفها هنا عندي، وبعد على الوان مختلفة. اساور اليد، اساور اليد، خلينا نجرب الاسوارة هذه، اساور اليد معانا، طبعا هذه تنفع للبنات وللاولاد، للبنات والاولاد سواء صغار اكبار. البروش، البروش اللي حب البروش وانت رايح المدرسة ممكن في اليوم اللي بعده، نفس الفكرة هذه. حلو، في عندنا ربطات، ربطات الراس، ربطات الراس والله اسعارها خياليه، اسعارها خياليه. من اكسسوارات لولو هايبر ماركت لليوم الوطني النظارات، النظارات شايفين النظارات اللي عندنا هنا، كان ودها تتكلم بس وقفت. طيب هذه مثل اللي انا لابسها، مثل اللي انا لابسها، الشال اليوم مطلق واسعارها والله بطله، يعني ما راح اقول لكم كم سعرها، بس اقل من 5 ريال، اقل من 5 ريال متصورين، يعني مقارنه صراحه بالاسعار برا اللي نشوفها هنا اسعار خياليه. هذه اتوقع هي مثل هالفكره اللي هي تجي ربطه راس، ربطه راس، خلونا نحطها هنا، هذه ربطه الراس. حلو، للبنات الحلوين او للاولاد حتى يستخدمونها، نفس الشيء اسعارها متوفره بشكل جدا بطل عندنا في لولو هايبر ماركت. هذه شفناها ربطات الشعر، اي الطوق،
طبعا الحلو في الموضوع ان في تنويع في التصاميم، يعني مو كلها تصاميم واحده. شايفين الطوق هذا حلو، ففي تصاميم واشكال مره مختلفه. طيب قسم الملابس ايش احكي لكم، ايش احكي لكم على قسم الملابس؟ خلينا نبدا هنا القسم، قسم الاولاد. اوكي، طبعا ابتداء من 6 شهور، من حجم 6 شهور مثل ما انتم شايفين هنا الى 9 سنوات. طبعا هذه الاحجام مختلفه، التصاميم مختلفه، في منها اللي تجي على قطعتين وفي منها اللي تجي قطعه واحده زي هذه. لا هذه قطعتين، تيشيرت وبنطلون. تبون تعرفون السعر؟ ما راح اقول لكم السعر، بس والله اسعارهم جدا بطله، وحتى الوان مختلفه. اذا حابين اخضر ابيض او ابيض واخضر، هذا عندنا اتوقع للسنتين مثل ما قلت لكم، ابتداء من 6 شهور الى 9 سنين. طيب في عندنا بعد للبنات، البنات ما نسيناهم، البنات في تصاميم حلوه اليوم متوفره للاحتفال باليوم الوطني. هذا اتوقع طقم من تيشيرت وبنطلون، سعره في متناول اليد، سعره جدا جدا بطل. ونفس الشيء بالنسبه للبنات، الاسعار متفاوته، الاحجام متفاوته من 6 شهور الى 9 سنين. وفي احجام، شوفوا بالله، هذا 6 شهور، شوف الحجم كيف لطيف جدا، حجم لطيف جدا، سعره اقل من 30 ريال، اقل من 30 ريال. اقول لكم السعر ولا ما يحتاج؟ انتظركم هنا في لولو هايبر ماركت تشوفون الاسعار. طيب في عندنا بعد تنويع في الملابس، او فساتين البنات، ما راح اقدر اوصل لها، بس شايفين هنا فساتين للبنات، هذه اتوقع لثلاث لاربع سنين. في شغلات صغيره زي كذا، حلو، لاعمارهم هذه 18 شهر، يعني سنه ونص تقريبا، حلو، وشغلات حلوه وديزاينات مختلفه للبنات، هذه اتوقع 6 سنين. شوفوها شلون جميله جدا، واسعار جدا بطله، لا تفوتكم في لولو هايبر ماركت. شوف الفساتين الصغيره هذه للبنتات الحلوات اللي معنا. طيب عندنا من ملابس الاطفال، ملابس الاطفال هنا طبعا متنوعه، انا اعشق الاطفال جدا واعشق ملابسهم. هذه مثلا قطعتين ل7 الى 8 سنين تقريبا، سعرها جدا بطل. هذه اتوقع شفناها حق 6 شهور، شوفوها شلون. طيب الجميل في الموضوع انه يعني التصاميم الموجوده او الطبعات اللي موجوده على التيشيرتات كلها مختلفه ومتنوعه، يعني في منها اللي زي هذا مثلا اخضر وابيض، اللي حابين العكس مثلا ينوعون نفس الفكره هذه، ابيض واخضر نفس الفكره هذه. طيب انا ذكرت لكم في البدايه، يمكن في بدايه الفيديو، انه المنتجات الموجوده عندنا فيها تنويع في الثقافات. شايفين اللبس اللي ورا هذا، اللبس النسائي هذا، اتوقع انه ساري اذا ما كنت غلطان، حلو، لكن جايبينه بنفس ثيم اليوم الوطني الاخضر، والميكس الجميل لمختلف الثقافات الموجوده عندنا في المملكه العربيه السعوديه. هذه بعض الاكسسوارز اللي هنا، هذه اذا حابين تشوفونها، شو الملابس الاطفال اللي كنت اعرضها قبل شوي، وهذه الفساتين الحلو فيها التنوع، التنوع يعني اول شيء بالنسبه للمقاسات، بالنسبه للتصاميم، الالوان كلها شغلات جميله هنا مثل ما انتم شايفينها. طبعا الكثير من المنتجات انا يمكن ما مريت عليها كلها، لكن حاولت قدر الامكان اني اغطي الملابس سواء للاطفال وفي بعد الكبار، سواء للسيدات للرجال. طيب حبايبنا شعبنا الغالي، مره ثانيه نقول كل عام والوطن بخير في اليوم الوطني 91 للمملكه العربيه السعوديه، وهي لنا دار.